أحد زملائي يتواصل في الوصف والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه والترحيب في هذه الامسيه التراثيه الماطره هنا على ارضيه ميدان الشحانيه. هذه الاجواء الربيعيه نتابع انطلاقات شعارات اصحاب السمو السعاده الشيوخ والسعاده في هذا المساء. منافسات سن الاجذاع مشاهدينا الكرام والستة كيلومترات الحاضرة في انطلاقاتنا المسائية. سير إلى البداية وتابع الصدارة وأول المراكز. هناك الانطلاق على البداية وأول المراكز، شعار هجن الشحانية هنا من ينطلق بالبداية والصدارة هنا على البداية. شعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري هنا مع البداية والصدارة. ثاني المراكز وتابع القدوم والانطلاق هنا أيضا من شعار هجن الشحانية بتواجد الذهبي هنا مع البداية وانطلاقة المركز الأول والثاني. وسوف تصلنا المعلومة عن أسماء هذه المشاركات والمنطلقات انطلقات في اول وثاني المراكز. ثالث الاسماء اتابع مياسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم هنا المنطلقه والمتواجده مع ثالث المراكز. بمتابعة مشاهدينا الكرام مياسة هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. خالد بن المر بن سعيد بن حلوة من يتابعها في عملية التضمير. رابع المراكز فتنة هنا القادمة مع ثالث المراكز لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن من يتابعها في عملية التضمير. رابع وخامس المراكز مشاهدينا الكرام هنا وتابع شعار هجن الشحانية المتواجدة مع خامس المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية هنا من تنطلق خامسا في هذه اللحظات. تعود مشاهدينا الكرام إلى البداية وتابع مجريات البداية والانطلاق على الصدارة. هناك الله مياسة هنا تنطلق على أول المراكز مشاهدينا الكرام بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم. خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يتابعها في عملية التضمير هنا مع البداية والصدارة. هيبة قادمة ومنطلقة مشاهدينا الكرام مع ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية وتواجد الذهبي سالم بن فاران المري. وثالثا وصول من المتحدة القادمة والمنطلقة بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. ورابع الاسماء وتابع مشاهدينا الكرام هنا القادمه شعار هجن الشحانيه هنا ايضا بمتابعه المشاغب من يتابع ايضا هذا الانطلاق وهذا الاداء الممتاز هنا مع رابع المراكز محمد بن خالد العطيه القادمه والمنطلقه مشاهدينا الكرام في هذا الحق. بتواجد أسرار هنا بشعار هجن الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن فتنة هنا أيضا قادمة مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن. الله يا الأسماء، الأسماء قادمة والشعارات مشاهدينا الكرام. أسرار من الجانب الآخر وأيضا القادمة في هذه اللحظات.
هنا انتصفت المسافة مشاهدين الكرام، الأسماء قادمة والشعارات شعارات أيضا أصحاب السمو المتواجدة في هذه الأشواط المسائية. الله أعود مجددا مشاهدين الكرام مع أيضا زخات المطر في هذه اللحظات، هنا نشهد على أرضية ميدان الشحانية. أعود إلى البداية، هناك مياسة على الصدارة على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يتابعها في عملية التضمير هناك على البداية والصدارة، ولكن أتابع هيبة، هيبة هنا مع ثاني المراكز قادمة ومنطلقة بشعار هجن الشحانية، يتابعها الذهبي سالم بن فاران المري المنطلقة هنا مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز تواجد مشاهدينا الكرام القادمة في هذه اللحظات هنا والمنطلقة إلى ثالث المراكز، وتواجد شعار هجن الشحانية هنا أيضا بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري القادمة والمنطلقة. مشاهدينا الكرام هلا من تتواجد في هذه اللحظات، رابع الأسماء وجود اعتماد لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والقادمة فتنة هنا مع خامس المراكز لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن من يتابعها في عملية التضمير. خماسية مشاهدينا الكرام، انطلاق خماسي من خلال هذا التواجد 3 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، ومياسة على الصدارة على مقدمة الشوط تنطلق بالبداية والصدارة. الله مياسة هنا تتواجد بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي يتابعها في التضمير. ركز يا خالد هناك مع البداية والصدارة وانطلاقة مياسة، هنا أتابع هيبة، هيبة قادمة مع ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية من تتواجد في هذه اللحظات ثانيا، ويتابع الذهبي سالم بن فاران المري والقادمة في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام هلا بشعار هجن الشحانية ويتابع الذهبي سالم بن فاران المري، وقادم ايضا في هذه اللحظات شعار هجن الشحانيه مع رابع المراكز من خلال تواجد اعتماد بمتابعه ايضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. اتابع قدوم مشاهدينا الكرام هناك مع خامس المراكز فتنه لسعاده الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن. الله بدانا بالاقتراب، خلاص 1200 ما تبقى عن خط النهاية، مياسة على الصدارة على البداية والانطلاق الأول في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة الاكتبي يتابعها في التضمير. شوف القادمة هلا وصلت في ثاني المراكز، هلا قادمة مشاهدينا الكرام بشعار هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، انطلقت مع ثاني المراكز. اعتماد تصل في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مياسة وهلا واعتماد، اعتماد وهلا ومياسة، ثلاثية انطلاق ثلاثي مشاهدينا الكرام بقيادة مياسة هناك على البداية على الصدارة. الله 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 بدأ الانطلاق، ولكن أيضا أتابع هلا غادرت وانطلقت في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية هنا على أول المراكز. مشغلة هنا على البداية مشاهدينا الكرام، هنا تنطلق على أول المراكز بشعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي. الله يا مشغلة على الصدارة، انطلقت مشغلة مشاهدينا متابعينا الكرام مع أول المراكز، مياسة هناك مع ثاني المراكز، ولكن الأمور هنا انحسمت من هذه اللحظات هنا مع انطلاقة
مشغلة على أول المراكز بشعار هجن الشحانية، وتواجد ذهبي سالم بن فاران المري هنا يقدم أيضا هذا الأداء ويقدم مشغلة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتانية للذهبي سالم بن فاران المري. ثاني المراكز وصلت مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ثالث المراكز فتنة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني. ورابع المراكز أسرار وصلت رابعا بشعار هجن الشحانية. خامس المراكز اعتماد لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة. نعود مشاهدينا الكرام بتوقيت الزمني نتابع لحظات وصول مشغلة. 10 دقائق 17 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للذهبي سالم بن فاران المري. مياسة ثانيا ب 10 دقائق 18 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة أيضا لخالد بن المر بن سعيد بن حلوة. ثالث المراكز في بعشر دقائق 20 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني، والتهنئة لحمد بن محمد الدهن. تهانينا والناموس للجميع.